ميتيها دورتنا على الجدود، بابا ورثو على باباه وانا ورثو على بابا، وانا ان شاء الله جبل طونس مرت لولادي. من غير ولادي ما نقدرش، خطر وعرام ما نقدرش، ما نقدرش نخلصهم. ما فيهاش مدخول كبير، وليدي يصبر عليا، وليد الناس ما يقدرش. شافي كي كنت صغير كان في عمري 10 سنين 9 سنين كان يطلعني معايا بابا، كنت بيلي كولي معاه نقصر ماشي نخدم شغل كيش. انا فاهمك نطلع نريح معاكم كلوني نخدم، ومن بعد مع الوقت مع الوقت مع الوقت شغل خلاص حبست المسيد قرايا، خرجت من القرايا الور جيت لهنا. الخدمه هذه كنا حبها ملي كنت صغير، تما دوك انا كملت القرايا شي اوبليجي نجي نعاون بابا. ونوجدوا في ليزيطاب باش المرحلة الدوزيام هادية باش نطلعو النحاس داخل القالب ديالنا. في لي زاني 80 الدوله انا كنت صغير دعمت الحرفي سورتو في النحاس، كنت تجيب لنا لا ماتير بريمير. انا كنت صغير تما كنت نشوف برك تجيب لي ديسك تاع النحاس، تجيب لاطول يشريوه بالغلا ويمدوه للحرفي بسومه رخيصه غير باش يخدم. هذوك العوام ما كاش لي ما خدمش، ومن بعد بدات لامبورطاسيون لي زارتيزون كاع حبسوا. وشنو انا ما نعرفش ندير حاجه واحده اخرى، ندير الكوميرس ما نعرفلوش، غير ريحت في الصنعه ديالي. انا كيفاش يقولوا ان نرقعوا شي اللي قاعد لا فابريكاسيون، ما نقولكش ما كاش كاين من داك يجي واحد يقول لي خدم لي الديكور تاع باب، كان كيري تاع باب سورتو ستيل موريسك نحبها ونتقنها، ماشي راني نزكي في روحي مي نتقنها مليح كيما الطبطابات. داك اللي يقول لك ضرب النح نخدموها لي هادو نتقنهم، المسامر تاع البيبان من داك يجي واحد هكذايا. هادي سي لا روزوس تاع النح. بابا الصناعة هذه تاع الجدود كيما يحبها بابا انا ماذا بيا نحبها، وكيما يقولوا لنا زمان كي يروحوا الوالدين تقعد صناعة اليدين. تما دوك انا بابا ماهوش راح يعيش معايا حياته كاع هذيك، يجي نهار وين يروح هذا مكتوب ربي. ماذا بيا انا شغل نكون في الموعد كيما كان حاب هو. انا حين على قالي دا كنت جد مديالي ستان يعني اخوة صغيرة اللي يروح يشيتها كنت جد كل انسان شو باش لابريوس كل مليحة شو البياسة كي تكون زعما فاري بزون بادية ما كان شاردة كان شغل قهوية كان المسخة جوز في كل انسان ما يروح يشيتها ومبعد كل انسان شو اللي هاته. Thank you.
اسكي بعد نفرغوا على الهمال باش الكروزي هذاك ما يفسدش. اني كونتران دو ساكريتي بور باش نحافظوا على الصناعه هذه تاعنا. ما لقيناش يدلعون، لو كان نلقاو يدلعون ما نقولوش لا. يقدروا يعاونونا بزاف وسائل، بار اكزومبل يديرونا مانيش عارف اون اكسبو بيرمانونت باش المشتري يقدر يلقانا. حنا رانا مخبيين، وهذا الامر هذا ما يقدرش بنادم يديرو من غير سلطات هما اللي يقدروا يديروهم. لازم التفاته لينا يشوفونا.